السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم نحضر معكم عصير اقتصادي بحبة ليمون. هاد العصير انا شفت الوصفة منقولة هاد الوصفة وعجبتني وقلت لي ما نشاركش بها المتتابعين تاعي. وصفة سريعة التحضير وتجي لذيذة جدا. اترككم مع المقادير وطريقة التحضير. طبعا لا تنسوا ان تدخلوا للقناة تضغطوا على ابوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل اي فيديو جديد يصلكم ايميل او نوتيفيكاسيون. باش نحضروا هذا العصير الاقتصادي نحتاجوا الى حبه من الليمون، حبه من الجبن، ورقه من النعناع، و150 غرام من السكر، واحد لتر من الماء البارد. نبداو بحبه الليمون، نقشروا لها القشور الخارجيه كما راكم تشاهدوا. هذا القشر الخارجي تاع الليمون وتاع البرتقال نحتفظوا بهم، نعملوا بهم وصفه تنفعنا في البرودوي نعملوه نخدموه للمنزل، نطويو بها الحيطان، فايونس، كل شيء مليح وطبيعي. نحيولها حتى القشر الابيض والبذور الداخل، ننزعوا لها هذه البذور باش ما تجيش مره، نقطعوها ونعملوها في البلندور. قطعت الحبة تاع الليمون نوضعوها في البلندور، ونضعوا اوراق النعناع السكر والماء والطحن. نضيف حبة الجبن ونزيدو نطحنو. العصير اللي تحصلوا عليه نصفيوه، نجمو ما نصفيوهش نتناولو هكذا، يكون عندهم الاطفال ما يحبوش هذوك الحبيبات تاع النعناع، احسن تصفيه. هذا هو العصير اللي تحصلوا عليه، عصير اقتصادي وسهل التحضير، يحضر في 5 دقائق فقط. نتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها. أخيرا أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.